بنبدأ بسم الله البريزنت سيمبل. انا هعمل مراجعة تاتا. بمناسبة برضو في حد تقريبا بعت لي رسالة اخيرة قال لي مستر معلش انت بتشرح بسرعة. انا بشرح بسرعة بس في حاجة واحدة اللي هي ايه؟ في البديهيات. يعني مثلا في حاجات اللي هي بيقولوا عليها من المعلوم بالدين بالضرورة. تسمع عنها؟ في حاجات من المعلوم بالانجليزي بالضرورة. يعني مثلا فيرب تو بي ام واز وار. اي ام وهي وشي وات بيقعدوا إيز والوي واليو والذي بيقعدوا آر. فينا أنا بقول الكلام ده بسرعة على اعتبار يعني إن الناس إيه عارفة يعني. ففي ناس بالنسبة لها لا فصل لنا ده كمان. طب يعني أنا كده الموضوع هيفتح والوقت هيسحب مننا جامد أول الناس هتمل. فيعني على الأقل برضو الناس تساعدنا وتحاول تذاكر معانا وتحضر على الأقل عشان تبقى مستوعبة يعني. لكن إن شاء الله في الشرح إن شاء الله هنفرم وهحاول أفرم النهاردة بس بعد كده مفيش فرمانة إن شاء الله. عندي التكوين بتاع الزمن present simple أنا براجع من أول خالص أهو عشان لو حد عنده استفسار ما يتكسفش يسأل. الاي وي يو ذي هم يا عم بياخدوا الفعل في الانفاتيف مصدر لكن هي وشي وات بياخدوا الفعل في ايه؟ اس. هو ده مضارع وده مضارع. ده بريزنت سمبل وده بريزنت سمبل. وتسمى بريزنت سمبل ليه؟ عشان هو فعلا بسيط مفيش حاجه. هو بلاي هو فيزيت هو ايت هو ده في مضارع. احط له بس اسم مع هي وشي وات او اسم ايه؟ سنجلر. يعني مثلا احمد ما اس حط الفعل اس برضه. احمد فيزيت مثلا منى ايت مثلا فلان درينكس وهكذا. هتحط الاسم معاه وشي وات والاسم الايه السنجل. لكن اي وي يو ذي والاسم الجمع هياخدوا ايه الفعل في الانفاتيف في المصدر. بنفيب دونت او بدازنت. عايز اقول بحب حاجه اي لايك ما بحبهاش اي دونت لايك. بلعب اي بلاي ما بلعبش اي دونت بلاي. بزور اي فيزيت ما بزورش اي دونت فيزيت. هو بيزور هي فيزيتس ما بيزورش هو هي دازنت فيزيت. وما تحطش الاس بقى. سمعت صوت الاس كده ولا ما فيش اس بقى. هي doesn't visit ما تحطش اس. ليه؟ عشان متعودين doesn't وراها ايه infinitive. لو عايز اسال احط do او ايه او does. فاول جمله بمعنى هل. مثلا اقول لك do you study هل بتذاكر do you play هل بتلعب do you speak english ولا هل بتتكلم انجليزي كويس. ده الكلام ده كله in general. ناخد الاستخدامات دلوقتي يعني. اجاوب طبعا ب yes I do او no I don't عادي خالص. yes he does او no he doesn't. بس ده على فكره في الشورت انسر يعني في الاجابه القصيره. لان لو جاوبت اجابه طويله ما بتحطش do او does في الاجابه. ازاي يعني؟ لما اقول لك مثلا do you speak English well؟ هل بتتكلم انجليزي ايه؟ كويس مثلا. انت ليك اجابتين يا اما تقول yes I do وتسكت يا اما لو كملت الجمله كامله ما تحطش دوبا تقول ايه؟ yes I speak English well. ساعتها ما تحطش في الاجابه مين؟ do الا اذا كانت نفي. لو قلت مثلا no ممكن تقول no ايه؟ I don't او no I don't speak English well. واضحه كده؟ طيب ان شاء الله في الوحده برضو قدام كده في الوحدات هتعرف ان ممكن دو احطها هنا برضو اذا كنت عايز تاكد يعني. لو قلت مثلا يس اي دو سبيك انجلش ويل لو انت استخدمت كلمه دو كده بتعمل حاجه اسمها امفاسايز انك بتاكد يعني على المعلومه زي اي ريلي انا فعلا بجد بتكلم انجليزي. بس خليك في العادي اللي هي يس اي دو او يس اي سبيك انجلش ايه ويل. نرجع تاني الشكل بتاعه مع الهي والشي والات طبعا بنحط اس ومع الاي والوي والذي بنسيبه في المصدر زي اي ايت وي فيزيت او ذي درينك هي ايتس شي فيزيتس درينكس. الكلام ده كله موجود عندك ووزعت عليك في الورقه اللي هي اللونها اصفر ديت. كل الكلام ده موجود عندك. طيب عندهم في الانجلش حاجه جديده عليك كده تعرفها. في حاجه اسمها الفيرست بيرسون سنجلر اللي هو اسمه ضمير المتكلم بيسموه كده الشخص الاول. السكند بيرسون سنجلر هي سنجلر يعني مفرد. بيرسون هو الشخص والسكند هو ايه؟ الثاني. الشخص الثاني المفرد هو انت بكلمك انت يو المخاطب. فالمخاطب عندهم بيسموه ايه؟ سكند بيرسون الشخص الايه؟ الثاني. طيب جاي لك في الكلام. ثيرد بيرسون سنجلر الشخص الثالث اللي هو الغائب اللي هو الهي او الشي او الات. خلي بالك كل ده انا منتقل على كلمه ايه؟ سنجلر. طيب لو قلت مثلا فيرست بيرسون بلورال جمع اسمه مين؟ وي احنا. طيب السكند بيرسون بلورال يو هي يو الوحيده في الانجلش باكد من اول خالص اهو ان يو بتيجي بمعنى انت وهي هي معناها ايه؟ انتم. حتى يور الملكيه لما اقول لك يور نيم اسمك انت لما اقول يور نيمز اسمائكم انتم اساميكم انتم وهكذا يا استاذ اسامه.
معايا أنس third person plural اللي هو الشخص الثالث الغائب اللي هو they. في ناس كده جدا برضو بتلعبط، دي من البديهيات بس بنقولها اهو، ان الهي هو جمعها they، والشي هي جمعها they، وإت لغير العاقل جمعها برضو they. في ناس بتستغرب ان they تيجي مع غير العاقل، يجوز مفيش مشكلة إذا كانت ايه plural جمع. يبقى عندك هي هو عايز اقول هما يبقى they، مثلا شي هي عايز اقول هما برضو او هن يبقى they، إت لغير العاقل لو عايز اقول هما جمع برضو ايه they، ما تستغربش عادي خالص يعني، بس اذا كانت بشرط تكون ايه plural جمع. طبعا برضو الحاجات دي اساسية نقولها برضو، اللي هي امتى بحط الاي اس، لو كان الكلمة ends in بتنتهي بايه دبل اس اس اتش سي اتش او اكس. ناخد مثال بسرعة اهو، كروس مثلا، خلي بالك هتكتبها ايه يا يوسف، مع الاي مع الهي والشي والايت لازم تحط ايه اي اس، يبقى كروسز. عندك واتش اي واتش، لو قلت هي هي واتشز او واتشز مثلا، اي جو تبقى هي جوز، حط ايه اي اس. عندك بعد كده لو كان الكلمه اند ان بتنتهي بالكونستنت بلس واي، لو كان اخرها ايه واي بس قبلها ايه كونستنت، ايه كلمه كونستنت دوت الساكن، هنقلب الواي اي اس، زي مثلا ايه كراي اهو، لو قلت هي تبقى هي كرايز، اي ستادي تبقى هي ستاديز. وعلى فكره نفس الرول القاعده في الجمع، يعني مثلا كتير جدا برضو في الترجمه، والله بنقول الكلام ده والناس بتقول احنا عارفينه يا مستر ومش عارف ايه، وبلاقي الناس بتكتب في الترجمه بالنسبه للازهر يعني لما بيكتبوا ترجمه بيكتبوا غلط، يعني مثلا كتير جدا مصر واحده من اهم الدول فيكتب لي كونتريز كده، بينسى برضو الباشا ان لازم. وعلى فكره الخطا ده كتير جدا، يعني الناس اللي بتقول ما احنا عارفين الكلام ده، والله العظيم كتير جدا اكتر من نص الورق وانا بصححه بلاقي فيه الغلطه الهايفه دي، ان انت لازم تقلب الواي اي اس، سيتي مدينه خلاص عايز اقلبها هتبقى اي اس سيتيز بالاي اس، وهكذا بيبي هتبقى بيبي، سواء كان اسم او فعل بقلب الواي اي اس، بس بشرط يكون قبليه كونسنت. يعني ايه كونسنت؟ ساكن. طيب لو قبليه فاول، ولازم تكون عارف العناوين الانجليش من هنا ورايح، لان انت بقى بتتسال بشكل اكاديمي برضو اكتر في العناوين بتاعه الدروس، خصوصا طلبه العام هتتسال في العناوين كل حاجه، لازم تبقى عارف يعني ايه كونسنت ويعني ايه فاول، يعني ايه سنجلر ويعني ايه بلورال، لازم تكون عارف الكلام ده كله بالانجلش، العناوين كلها هنحفظها دلوقتي. عندك مثلا البلاي اهي ends in منتهيه بمين؟ بالواي، بس قبلها فاول متحرك، فتسيبها زي ما هي وتحط الاس بس، بس برضه مع مين؟ هي شي ات او الاسم السين. طيب الاستخدامات بقى، ودي اهم حاجه عندنا الاستخدامات. اول حاجه عندنا حاجه اسمها البيرمننت ستيتس، الحالات الدائمه، ده استخدام في غايه الاهميه، هناخد تفاصيل دلوقتي. لما يكون شيء دائم ثابت بشكل دائم بستخدم فيه بريزنت سمبل، اما يكون في حاجه اسمها ريبيتد اكشن، الريبيتد اكشنز احداث متكرره، الهابتس العادات، عندك الجنرال تروث اللي هي الحقائق العامة أو laws of nature قوانين الطبيعة، عندك برضو time tables الجداول المواعيد، وآخر حاجة عندنا الاستخدام ده مش مشهور قوي بس شرحته للناس كانت معاه في كورس sporting commentaries and narrations اللي هي التعليقات الرياضية والناريشنز لما تيجي تروي قصة، خدناها ساعة ما خدنا البتاعة بتاعت secret garden في تانية ثانوي لما كان البنت اللي سافرت وقعد كنت عمال بحكي لك حد بيحكي قصة فبيستخدم ايه، عارف ان انتوا مش فاكرين حاجه ما علينا يعني ماشي. هناخد اول استخدام اسمه البيرمننت ستيتس، بيرمننت ستيتس الحالات اللي ايه يا حبيبي الدائمه، زي مثلا مثال زي هي ليفز ان ذا يو اس اي، هو عايش ساكن في الولايات المتحده الامريكيه، ده بشكل ثابت ده دائم ده مكانه الدائم هو في الولايات المتحده الامريكيه، حطيت الاس اهو مأكد عليها لان هنا في مين هي. طيب المثال الثاني مثلا شي وركس از ا تيشر ان ا لانجويج سكول، هي تعمل ك معلمة أو مدرسة in a language school في مدرسة ايه؟ لغات. يعني حد عنده سؤال؟ طيب ريت بس اللي عنده سؤال يعمل كده بس أو يدينا أي نفتة كده عشان المهم، فده شيء ثابت مش معناه إن كل مش كل يوم بتغير شغلانة يعني، ده شيء ثابت، افرض غيرتها ده حوار تاني بقى، بس أنا بتكلم في الطبيعة إن الواحد بيشتغل شغلانة بتكون شبه دائمة أو ثابتة معاه، مش كل يوم بيغير أو مش بيعمل حاجة بشكل مؤقت وبيغيرها تاني، لا ده حاجة ايه؟ دايما مع تيجي غالبا مع السكن ومع العمل يعني. طيب ده اول استخدام. الاستخدام نمبر 2 عندنا ريبيتد اكشن، اي حاجه ريبيتد متكرره بس نوت رايت ناو مش دلوقتي، ده برضو ايه بريزنت سمبل، زي مثلا هي فيزيتس هيز جراند بيرنتس اون فرايديز، بيزور جدوده، وخلي بالك انا شايف كاتب فرايديز يعني كل يوم جمعه، ده ريبيتد اكشن حدث متكرر معانا استاذ جو،
she helps her mother at home. هي متعودة ومتكرر بالنسبة لها انها بتساعد مامتها فين؟ في البيت. ده هابت على فكرة شبه الهابت, يعني الاستخدام اللي جاي الهابتس العادات شبهه يعني. خلاص زي مثلا I go to the gym every day, بروح الجيم مثلا كل يوم. مثلا the Egyptians المصريين have eggs and beans, بيفطروا ايه؟ فول وبيض. خلاص ويغيروه بعد كده عشان غلي, for breakfast in the mornings, على الفطار فين؟ في الصباح. خلي بالك برضو in the mornings شايف هنا في ايه؟ S, يعني كل يوم الصبح قضينا فول وايه؟ وبيض يعني. خلاص ده بالنسبة لايه؟ الاستخدام الثالث الهابتس. خدنا اول استخدام مسائي ده كان اسمه ايه بقى؟ permanent states, مش عايز بالعربي تقول حالات دائمة, in English اسمه ايه؟ permanent states. الاستخدام نمبر 2 repeated actions, repeated actions. الاستخدام نمبر 3 الهابتس العادات. نمبر 4 بقى عندنا الجنرال تروث, الحقائق الايه؟ العامة. شايف الشمس الجميلة ديت كده اهو, المثال بتاع الشمس ومش عارف ايه الكلام ده كله, او the sun rises, بتشرق in the east. السؤال طيب ليه حطينا هنا الاس؟ عشان the sun اسم سينجلر, احنا قلنا مع الهي والشي والات واي اسم سينجلر مفرد بنحط الفعل ايه؟ اس. بيجي السؤال برضو ده متكرر كتير جدا يا استاذ انس, اللي هو ايه السؤال دوت؟ هو مش الاس كان بتاعت الجامعة ولا هم قلبوا الانجليزي؟ بالظبط كده يا جماعة, الاس بقول للطلبة كده دايما واللي عايز يكتبها بيطلعوا ده, الاس في الافعال هي اللي مفرد, لكن الاس في الاسماء بلورال جامعة. يعني انت عندك مثلا ايه؟ كلاس. لو قلت كلاسز بقت فصول جامعة عادة, لان ده ناون اسم. عندك مثلا تيبل, لو قلت تيبلز ترابيزات خلاص ده ناون ده اسم. لكن بلاي ده فعل, فيزيت ده فعل, ايت ده فعل, لو حطيت له اس بقى مفرد. حتى كتير جدا بقول له يا ابني يزور يعني ايه؟ يقول لي فيزيت. طب يزورون يقول لي فيزيتس. الفكر ان الاس كده هتخليها ايه؟ جامعة. ده بالعكس, ده الاس هنا بتاعت مين؟ المفرد. طب نترجمها ازاي؟ لما تقول يزورون شوف مين الفاعل, مين اللي بيزور؟ يزورون هم, يبقى تقول they visit. لو قلت مثلا يزور, مين اللي بيزور؟ هو, يبقى تقول he visits, ما تنساش الاس. طيب لو قلت مثلا نزور, مين اللي بيزور هنا؟ احنا, يبقى تقول ساعتها we visit, وهكذا. فهي الاس في النونز في الاسماء هي اللي ايه؟ plural جمع, لكن الاس في الافعال singular ايه؟ مفرد. نرجع تاني, عندك المثال التاني برضو بتاع المية دوت. لما نقول مثلا ايه؟ الووتر المية boils, بتغلي at 100 سلسياس عند 100 درجة ايه؟ مئوية او سلسيوس ديت اللي تقولوها ديت. ما علينا, يعني water boils برضو حطينا الاس ليه؟ عشان الووتر المية دي ايه؟ singular, اسم singular مفرد. فبما انه اسمه يا جماعة singular مفرد فبنحط الفعل ايه؟ شايف دول فاكرهم؟ نقعد نقول مواعيد الترينز, القطارات والبلينز والطيارات والباصز, الفيلمز مثلا, الماتشز المباريات, الحاجات دي كلها, كل ده برضو ايه؟ present simple. مثلا my train, القطار leaves. leaves هنا ترجمها سيغادر, مثلا المفروض seen اللي هي سوف, المفروض نحط مين؟ will. لا, دي اسمها time tables, مواعيد ايه؟ مجدولة. بدل بدأ بالترين لازم تكون الجملة بدأ بكده, بالترين, بالبلين, بالباص, بالفيلم, سكول, مدرسة, بأي حاجة من الحاجات دي. خلي الفعل دايما فين؟ في الانفاتيف مصدر أو بإيه؟ أو بإس. ليه برضو حطينا الإس؟ عشان الترين ده اسم إيه؟ سينجلر مفرد. The film starts, الفيلم مثلا سيبدأ at 8 o'clock, الساعة كام؟ 8. عبد الرحمن لو عايز يبقى الماتش هيبدأ الساعة 9. The match starts at 9 o'clock. الساعة كام؟ 9. المدارس هتبدأ في سبتمبر. هي أولا تقول schools in general بشكل عام. ماشي, schools. ثانية واحدة بقى كده اهو. schools starts in September. في غلطة في الجملة دي, غير ان ده طبعا كابيتال يعني. او معلش انا اللي كنت عايز اعمل حاجه, لو خليتها كده هنشيل الاس. ليه؟ لان هنا السكولز اصبحت اسم بلورال ايه؟ جامعه. الاستخدام الاخير اللي مش عليكم قوي يعني, اللي هو التعليقات الرياضيه, بس ده اللي عليكم, اللي هو النريشنز اللي هي الايه؟ الحكايات في القصص يعني, عشان خدناها السنه اللي فاتت.
زي مثلا توريس باسس تو فابريجاس، فابريجاس تو انيستا، ومش عارف ايه. حتى الناس اللي بتتفرج على كوره خلاص بتلاقي التعليقات الرياضيه سواء في البيس او سواء في الفراغ على لو في مباراه اجنبيه، يعني هتلاقي المعلق مثلا والمذيع يقول لك سكورز مثلا سترايكس، بتلاقي دايما بيستخدم الايه البريزنت سيمبل، مع ان المفروض ده حدث بيحصل دلوقتي، يعني المفروض يستخدم ايه مضارع مستمر كونتينوس مثلا ولا حاجه، لا ده بيستخدموا البريزنت سيمبل في التعليقات الايه الرياضيه. الحاجه الثانيه في الناريشنز، قلنا ايه الناريشنز؟ الحكايات او الايه القصص او المايكات، زي مثلا ذا مين كاركتر فايندز، الشخصيه الرئيسيه مثلا فايندز، شايف الاس فايندز ذا دايموندز اند سيفز ذا جيرل، زي مثلا كده بعد كده الارنب بيمشي وبيلاقي العصفوره ومش عارف، لما بتيجي تحكي مثلا قصه الاطفال فبتستخدم صيغه المضارع حتى وانت ايه بتحكي في العربي، نفس الكلام عندهم برضو فين في الانجليش. كده ست استخدامات. ها استاذ يوسف ناصر هنا كده اول استخدام اكسلنت بيرمننت ستيتس، نمبر 2 اسلام ريبيتد اكشن، نمبر 3 اسلام هابس، ادي فرصه للاسلام يا عم. طب نمبر 4 غير ده اسمه بالانجلش ايه؟ لازم بالانجلش تايم تيبلز، تايم تيبلز اند بروجرامز. نمبر 5 الجنرال تروث اللي هي الحقائق العامه، واللوز اوف نيتشر اللي احنا بنقول عليها فاكتس حقائق. ها نمبر 6 واخيرا اللي هي سبورتنج كومنتريز اللي هي التعليقات الايه الرياضيه والناريشنز والايه. دول ست استخدامات، لازم تكون حافظ الرولز واليوز الاستخدامات دي كلها بالانجلش كمان مش بالعربي، لازم تكون عارف عنوانهم كلها بالايه باللغه الانجليزيه. طبعا في حاجات تانية كانت في النطق وكده اهو، بعد كده بنوضحها ان شاء الله، مش عايزين نلخبط الناس بيها. في بقى حاجه عندكم تانية مهمه في الورقه اللي معاكم، هو نفس الكلام بنفس الترتيب معاكم في الورقه. في طبعا التايم اكسبريشنز اللي هي زي اللي بنقول على الكي ووردز، الكلمات الداله على الزمن دوت، بس من هنا ورايح ممكن تلاقي كلمه داله على زمن تلاقيها في زمن تاني وزمن تالت وزمن رابع، فشغل حفظ ده كده اعمى كده وخلاص مش تفهم حاجه. لما تلاقي جمله بتعبر عن هابت عاده او فاكت حقيقه خلاص انت عارف ان ده بتاع بريزنت سيمبل، لما تلاقي جمله بتعبر عن اكشن هابينج ناو حاجه بتحصل دلوقتي ده بريزنت كونتينوس لسه اشرحها، لما تلاقي جمله بتعبر عن حاجه بدات في الماضي وما زالت ده بريزنت بيرفكت مضارع تام. فانت حاول تفهم استخدام كل زمن، لكنك تحفظ لما تلاقي كذا تحط كذا وتلاقي كذا تحط كذا هتروح في داهيه مش هتفهم حاجه وهتفضل تايه برضه في الازمنه، وان شاء الله نعرفكم على الكلام ده بالتفصيل. الكلمات المشهوره يعني مع البريزنت سيمبل اللي بتعبر عن عاده زي اولويز، زي يوجوالي، اوفن، سم تايمز، سيلدم، ونيفر. خلي بالك في كلمات ثانيه اعرفها زي فريكوينتلي شبه مين؟ يوجوالي. اوفن في كلمه شبه اسمها ريجولارلي اللي هي بشكل منتظم غالبا يعني. سم تايمز احيانا اوكيجنالي اللي هي من حين لاخر. سيلدم وريرلي وسكيرسلي دول اللي هم ايه كلهم معناهم نادرا. واخيرا نيفر ابدا. موقعهم فين في الجمله دول؟ قبل الفعل الاساسي بيفور ذا مين فيرب وبعد اي فعل مساعد. زي مثلا اي اولويز بلاي تنس دايما بلعب تنس، عايز اقول مثلا دايما بزور جدي يوم الجمعه، اقولها ازاي؟ اي اولويز ها فيزيت ها ماي جراند بيرنتس اون فرايدايز مثلا. فهنا لو تلاحظ اولويز جت فين برضو؟ قبل المين فيرب قبل الفعل اللي اسمه ايه؟ فيزيت. طب لو قلت مثلا هي عايز اقول هو احيانا بيروح الجيم، تقول ازاي يا استاذ انس؟ انس اتفضل. احيانا بيروح الجيم هي sometimes goes، ما تنساش الاس goes ها to the gym. طيب لو قلت مثلا هو دايما كسول بدر هي كسول بقى lazy. في حاجة ناقصة صغيرة، هناخدها كمان شوية في الترجمة. إز خلاص لأن دي صفة، الجملة أصلا ما فيهاش فعل. فلازم نستخدم إيه؟ فيرب تو بي أم أو إز أو أر، ما ينفعش أقول هي أولويز ليز، لا لازم أقول هي إز أولويز ليز. لازم تحط إز قبل الإيه يا محمد؟ قبل الأدجكتيفز اللي هي الإيه؟ الصفات. لو عايز أقول مثلا سيد دايما كده سعيد ولا حاجة نقولها إزاي؟ أيوه is ما تنساش is، لما تستخدم adjective صفه لازم تحط am او is او are. is ها always happy دايما سعيد كده وايه ومبتسم يعني. بس لو تلاحظوا الموقع المره دي بتاع كلمه always او usually او often او sometimes او never بيجي بعد مين؟ بعد verb to be am او is، يبقى بيجوا قبل الفعل الاساسي
اي فعل زي play always play sometimes مثلا eat مثلا never goes and so on بيجوا قبل الفعل لكن اي verb to be am is are اجيبهم بعديهم بعد am او is او ايه او are ومديلك مثال على كل حاجه احيانا ممكن تلاقي sometimes و usually في اول الجمله يعني ممكن اكلم واحد اقول له ايه انا احيانا بروح النادي ممكن تقول لي احيانا بروح النادي او ممكن تقول حاجه ثالثه بروح النادي احيانا فاذا تحس ان موقعها بيختلف نفس الكلام في الانجليش بس الكلام ده خاص بالكلمتين دول هما مين usually sometimes ممكن اقول ايه sometimes احيانا I walk to school او ممكن تقول I walk to school sometimes او الحاجه الثالثه اللي هي بتاعتنا بتاع زمان بقى I sometimes walk to school اللي هي بتيجي قبل الفعل خلاص فممكن ده الموقع العادي بتاعها المكان المعتاد اللي هي sometimes walk to school بتيجي قبل الفعل ده اول ايه موقع ليها الموقع الثاني ممكن تيجي فين في اول الجمله وممكن تيجي فين كمان at the end of the sentence في نهايه الايه الجمله طبعا اي كلمه بتدل على عاده تفهم انها present simple يعني مثلا in the morning كل يوم الصبح دي عاده at night بالليل at 9 o'clock once a week مرة في الأسبوع أي حاجة بتدل على أن الحاجة دي بتحصل بشكل متكرر بس مش دلوقتي present simple واضح الـ present simple في مشكلة يا جماعة في روابط تانية برضو بيجي بعدها present simple مضارع بسيطة اهي زي after و as soon as و before و when كل الوحدات وانت شغال في ثالث سنة هتلاقي القاعدة دي موجودة واجيب will والمصدر الناحية التانية ازاي لما اقول لك مثلا after I arrive home I will call you بعد ما اوصل البيت هبقى ايه اتصل بيك ولا حاجة ممكن تيجي after في النص عادي ما فيش مشكلة I will call you after I arrive home يعني ممكن الروابط دي كلها أجيب بعدها برضو يا جماعة present simple مضارع بس مفهومة؟ والجملة تبع التأول ما عدا طول until غالبا بيجوا فين؟ في وسط الجملة وبرضو بعدهم present simple مضارع بس خلاص؟ كده يكون مضارع بسيط انتهى سريعا كده اهو الباسيف بس يعني نقوله ولا كده كده أشرحه في درس الباسيف هنقول جملة واحدة في الباسيف بس لما أقول لك مثلا يا أستاذ I مثلا eat breakfast at 9 a.m. every day دي الجملة دي كده active مبنية للمعلومة عايز اخليها passive مبنية للمجهول قلنا بنعمل ايه بنبدأ في الباسيف المبني للمجهول بالobject بالمفعول اللي هو مين breakfast الفطار ونحط is ونحط eating تصريف تاني يبقى is eating يعني ايه يؤكل خلاص خلاص وطول بعد كده ايه at 9 وكمل ايه الجمله يعني لا مش شرط طول باي مي خلاص يعني عايز تقولها ماشي مش عايز تقولها مش مشكله يبقى breakfast is eating انا بدي مثلا مثال لما اقول مثلا people speak english all over the world الناس بتتكلم انجليزي في جميع انحاء العالم عايز اخلي الجمله دي passive مبنيه للمجهول ايه اللي بيتم التحدث بيه الانجليش الانجليزي ابدا بكلمه english واحط is واحط تصريف ثالث past participle يبقى spoken speak spoke spoken الانجليزي يتحدث به all over the world في جميع انحاء العالم وبالمناسبه احنا ليه بدانا من present simple والcontinuous اولا كريفيجن كمراجعه كسكيلز مهاره لان انت في منهج ثالثه ثانوي مش موجود الكلام ده يعني معتبر انك درست present simple present continuous في السنين الايه اللي فاتت بالتفصيل وكان في يونت كامل تقريبا في ثانيه ثانوي الترم الاول الثاني اول واحده بتفتكروها كانت كلها اصلا بتتكلم على البريزنت كونتينوس لوحده بما فيها افعال الحاله والحاجات الافعال ما بيجيش الاستمرار اللي هنقولها دلوقتي فمعتبر ان الكلام ده انت ايه درسته بس برضه بيسالك فيه في ثالثه يعني مش معنى ان هو مش موجود في المنهج مش هسالك فيه بيسالك فيه كتير جدا كمان بس معتبر انك درسته ولذلك قلت ايه ابدا اول حصه دي اراجع فيها الايه البريزنت سيمبل والكونتينوس فهمنا كده يبقى انا عندي ايه اهو يا جماعه التصريف الايه الثالث از سبوك ادي مثال اخير للباسيف نختم بيه وامرنا لله لما اقول مثلا tourists السياح مثلا visit Egypt بيزوروا مصر every year كل سنة عايز اخليها passive مبني المجهول يبقى Egypt مصر بتتزار يعني بقى بتتزار is واحط ايه visited يتم زيارتها ها by tourists every year مثلا المهم تحط is وايه وتصريفته حد عنده مشكلة في present simple نكمل على present continuous ومعاك برضو في الورق present continuous هيكون سريع ان شاء الله عنه بتاع am is are وing واظن كان لسه ترم تاني تانية ثانوي يعني لسه الى حد ما يعني في النفوخ شويه يعني نكمل يا جو طيب طبعا زي ما المعتاد عشان الناس بتقول لي بقى بقول بسرعه
I بتاخد am ها والهي والشي والهي بياخدوا مين is والوي والهي والذي بياخدوا مين are. الكلام ده المفروض يعني المفروض ان هو معروف يعني. بنفي طبعا لما بنفي في ناس بتلخبط يعني دي من البديهيات بس ناس بتلخبط. في البريزنت كونتينوس في المضارع المستمر لما بتيجي تنفي سيب الاي ان جي زي ما هي. الناس تقريبا مرتبط في ذهنها اي نفي رجع الفعل لمصدره. ده الكلام ده مش صح. رجع الفعل لمصدره امتى؟ مع دو او داز او ايه؟ او ديد او دونت دازنت ديدنت. غير كده عندك مثلا ام از ار بجيب بعدهم فيرب بلس ايه؟ اي ان جي. جيت نفيت قلت ام نوت ازنت ارنت برضه وراهم ايه؟ اي ان جي. جيت جبت ام بمعنى هل في اول الجمله او از بمعنى هل في اول الجمله او ار بمعنى هل في اول الجمله برضه وراهم فيرب بلس اي ان جي ثابتين. زي عندك برضه لما تخش في المنهج هتلاقي المضارع التام بريزنت بيرفكت هاف او هاز بلس الايه؟ البي بي. لو عايز انفي هافن او هازن برضه بلس البي بي ثابت زي ما هو. طب لو عايز اسال هتجيب هاف اول الجمله بمعنى هل وتجيب طبعا السبجكت وبرضه الايه؟ البي بي. يبقى المصدر امتى يا جماعه في النفي؟ مع دو او داز او دونت او دازنت او ايه او دينت. غير كده اللي وراه اي ان جي سم هو اي ان جي. اللي وراه تصريف ثالث باست بارتيسيبل وبرده وراه ايه تصريف ثالث. وصلت الفكره دي؟ دي من البديهيات اللي بتاكدها. فلما نفيت بحط اي ان جي طبعا بالبديهيات برده ام نوت ملهاش اختصار مفيش امنت يعني انت از نوت ازنت ار نوت ارنت ام نوت يوم ما تختصرها تخليها كده تختصر بس كلمه ايه ابصرف في ام ديت اللي عند ام لكن ملهاش اختصار. وعلى فكره انا بنبدا الكلام ده واحنا بنشرح درس الكويستشن تاج اللي كان في اخر يونت تقريبا في ثانيه ثانوي برده عندكم درس الكويستشن تاج اذا كنتوا فاكرين كلته امبارح. طيب لو عايز اخليه باسيف برده نفس الكلام وهنحط بينج وتوصيف ثالث هنوضحه دلوقتي يعني سيبك منه. الشكل بتاعه حط اي نجعل لو اي فيرب اخره اي ركز كده ازو حلو كده. لو الفعل اخره ايه وعايز احط له اي ان جي في ناس تغلط وبشوف الخطا ده كتير برضو يقوم كاتب له اي ان جي كده اهو وده خطا. اي فيرب فعل اندنج ان منتهي ب الاي بتشيل الاي وتحط له اي ان جي. زي كام مثلا اخره ايه اهو فهتشيل الاي وتحط ايه اي ان جي. رايت مثلا اهو فهتشيل الاي وتحط له اي ان جي. واضح؟ طيب عندك مثلا لو كان اخره كونسنت ساكن بس قبليه فاول هتعمل دبل للحرف الاخير. زي مثلا ست اهو سيتنج شايف ايه اللي حصل؟ عملت دبل للحرف الاخير. ستوب ستوبينج سويم سويمينج زي مثلا رن رانينج خلاص. وغالبا لازم يكون الحرف الاخير دوت الساكن قبليه متحرك واحد مش اتنين متحرك. يعني مثلا ريد هيجي حد يقول لي طب ما اختروه اهو كونسنت ساكن وقبليها مستر ايه؟ متحرك. فاول متحرك. ليه ما قلناش كده اهو؟ عشان قلت لازم ايه؟ فاول متحرك واحد يعني. خلاص ما عدا بعض الاستثناءات البسيطه بتعتمد على الاستريس والكلام ده كله مالكش دعوه بيها، انا بكلمك في العام يعني. طيب اخر حاجه عندنا ودي برضو محدش يعرفها كتير، عندك فعل زي داي يموت، عايز احط له اي ان جي. هتبقى ازاي؟ هل ينفع اقول داي كده اهو؟ مش هينفع بالشكل ده. هتشيل الاي اي خالص وتحط بدلها واي. بعد كده نخليها بالايه؟ بالاي ان جي. خلاص؟ كلمه زي تاي برضه هتشيل الاي اي والكلام ده لما تكون كلمه اخرها اي اي والكلام ده موجود عندك برضه. هتقلب الاي اي واي تحط بعد كده ايه؟ اي ان جي. واضح؟ ده بالنسبه للشكل يعني. واخيرا لا نضع الاي ان جي الا لمصدر الفعل. لان مثلا ما ينفعش فعل مثلا انت مصرفه وتحط له اي ان جي. ايت مثلا كنا قلنا مع الهي والشريت ينفع تحط له اي ان جي تحط له كده اهو؟ لا غلط. طب ايت الماضي منه ينفع تقوم حاطط له اي ان جي كده اهو؟ كلام فارغ برضه. ليه؟ لان لازم ارجع له الانفينيتيف لمصدره. هاد ينفع اقول هادنج؟ كلام فارغ برضه. ليه؟ لان ايت دوت لازم ترجعه ايت تحط له اي ان جي. هاد ترجعه لمصدره يبقى ايه؟ هاف وتحط اي ان جي. ما تنساش ان كان في اي شيل الاي وحط الاي ان جي. واضح كده الشكل؟ طيب اليوس الاستخدام بقى وده اهم حاجه عندنا. اكشن هابينج ناو ات ذا مومنت اوف سبيكينج حاجه بتحصل دلوقتي لحظه الايه؟ الكلام. وعلى فكره از نوت كومبليت از نوت فينيشد
يعني الحدث ما زال in progress مستمر. أنا I'm talking now، أنا بتكلم معاكم دلوقتي. You are listening to me now، أنتوا حضراتكم بتسمعوا. مثلا فلان he's sleeping now، هو نايم دلوقتي حالا خلاص الكلام وما زال نايم أهو مثلا ولا حاجة. فهو ده الـ action happening now، حاجة بتحصل إيه؟ دلوقتي. الاستخدام الثاني حاجة بتحصل خلال فترة بشكل مؤقت. Around the time of speaking، يعني حوالين وقت الكلام، خلال مدة من وقت الكلام، بس مش لازم يكون إيه؟ دلوقتي حالا حالا يعني. يعني مثلا أنا بدور على شغلانة اليومين دول، حد يقول لي مثلا الجملة دي. هل البحث بتاع حضرتك ده على طول ولا خلال فتره وبينتهي؟ يعني انت فين يا ابني؟ والله انا داير بدور على شغلانه اليومين دول. يعني ايه داير بدور على شغلانه بقى؟ ببحث عن، يعني يعني بقى ببحث عن I am looking for a job these days. معنى الجمله ايه كده اهو؟ بدور على وظيفه ايه اليومين دول. ليه استخدمت انا present continuous مضارع مستمر؟ عشان ده اكشن، حدث بيحصل خلال مده وبينتهي مؤقت مش دائم. منة الله عمرو موجوده؟ طيب I'm looking for a job، ببحث عن وظيفه these days في هذه الايه الايام. وعلى فكره ده مش دائم، يعني مش قاعد طول حياتي ثابت عمال بدور ايه على وظيفه. انا بدور بس خلال اليومين دول وايه وقت انتهي. مثلا مثلا انا مقيم مثلا في مكان معين اليومين دول، زي ما كنا بناخد المثال. ايه الفرق بين I live in Giza و I am living in Giza؟ ده present simple. قلنا present simple ده دائم permanent، لكن دوت ده temporary. يعني ايه temporary؟ مؤقت. I am living in Giza مثلا this year، ساكن في الجيزة السنة دي مثلا بس واعزل بعد كده، او مثلا اقامة مؤقتة او ايا كان. يعني لما اقول لك مثلا I work as a teacher، خلاص انا شغال كمدرس لغه انجليزيه مثلا حاجه. فهنا لما اشوف كلمه work ده فعل ايه؟ present simple، يبقى ده كده دي وظيفتي بشكل دائم. لكن لما اقول مثلا I am working as a teacher، يبقى انا شغال بشكل ايه؟ مؤقت، زي ما شغلت لكم قبل كده زكريا الدرديري دوت بتاع مدرس الرياضات الفرنساوي عقبال ما يجيبوا ايه؟ مدرس فرنساوي. هو ده الاستخدام الثاني اللي شبه الايه؟ الثالث. اهي جات المثال اهي يا عم. اسمع يا جماعه، لما اقول مثلا جين از ستادينج هارد فور هير اكزامز ذيز دايز، جين بتذاكر بجد جدا لامتحاناتها اليومين دول، هل هي طبيعتها بشكل دائما بتذاكر كده ولا بس ثابت على الله وقت الايه الامتحانات؟ والهي انت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي ايه فرج قريب. از ستادينج كلها نغمات كده على الموبايل يعني. المهم يبقى از هنا يا جماعه وستادينج، عشان ده مش شيء بيرماننت، ده شيء اسمه تيمبوري. ركز في الكلمه دي واحفظها. اسمها تاني تيمبوري او تيمبوراري. اسمع النطقين، طبعا تيمبوري ده بريتش، والنطق الامريكان تيمبوراري ده النطق الامريكي، عشان تبقى عارف النطقين. والقاموس دوت ابعت لكم اللينك بتاعه، يا ريت تخلوه عندكم عشان نطق الكلمات. تيمبوراري خلاص، يبقى ليها نطقين. تيمبوراري يبقى temporary أو temporary، زي ما احنا يا جماعة مثلا I'm staying at my friends at the moment، يعني أنا مقيم أو قاعد عن صاحبي في هذه اللحظة أو في الوقت الحالي أو اليومين دول، عامل خناقة في البيت بقى ما أعرفش، يعني المهم إيه طفشان قاعد عن صاحبك اليومين دول ولا حاجة، فده بشكل مؤقت، ما أنتش قاعد عندهم مش من بيت أهاليهم، يعني قاعد إيه بشكل دائم عندهم يعني. لكن لو عشتك وسكنك وعملك واي شيء بيرمننت دائم بريزنت سمبل، ومؤقت كونتينوس. الخطا بيجي فين عند الناس؟ بنقول كل سنه، بنقول تاني، لحد ما ربنا يكرمكم تخش الجامعه نقول تالت، اللي هو ايه؟ المضارع البسيط اللي هو البريزنت سمبل، قلنا ماله دائم، او زي ما نقول كده الشيء دائم عشان الناس تقول لي افرض يعني بعد فتره طويله جدا. ماشي. طيب المضارع المستمر بقى، الناس فاكره انه من اسمه كلمه مستمر يعني مستمر على طول، وهو ده الغلط بعينه. هو مستمر at the moment of speaking، لحظة الكلام أو خلال فترة وإيه يا أستاذ أنس؟ وبينتهي. معايا أنس؟ يبقى دوت المضارع المستمر ماله يا جماعة؟ مؤقت، خلال فترة وينتهي، سواء دلوقتي حالا لحظة الكلام أو خلال مدة وإيه؟ وبينتهي. المهم إنه مش دايم على طول، وده بند مهم جدا لازم ناخده بالنا منه. الاستخدام اللي بعد كده هناخده بالتفصيل ان شاء الله في الوحدات، يعني اللي ما فهموش دلوقتي، بس هو المفروض خدناه قبل كده برضه في يونت كامل. لما تلاقي فيكست ارينجمنتس،
أي ترتيبات مستقبلية قريبة in the near future, خصوصا especially when we know the time and the place, لما نكون عارف المكان والزمان, برضو بتستخدم present continuous مضارع مستمر. يعني مثلا مرتب حالي مسافر بكرة, أقول I'm traveling tomorrow. حتى أنت بتقول بالعربي كده, ركز, بتقول إيه؟ أنا مسافر بكرة. هل لازم تقول إيه؟ أنا سوف أسافر غدا, أو أنا ها, لا, تقول إيه؟ أنا مسافر بكرة. الكلمة دي كده معناها إنك إيه؟ everything is arranged, كل حاجة مالها مترتبة, مجهز تذاكرك, شنطك, حاجتك, عربيتك, الكلام ده كله. فتقول ساعتها مثلا I am traveling tomorrow morning, ولازم تديني وقت يعني, وغالبا بيكون قريب, لان مش معقول هترتب حالك انك تعمل حاجة على موعد بعيد. مش معقول تقول مثلا انا I'm traveling to Alex مثلا, ومرتب حالي ان انا اسافر اسكندرية مثلا next year, السنة الجاية. امال ايه اللي انت مرتبه ده؟ حضر الشنط من دلوقتي ليه؟ لما انت طالع لسه ليه؟ السنة الجاية. لا, مش هينفع. فلذلك شوف البند مكتوب ايه؟ in the near future. يعني in the near future, في المستقبل القريب, يعني انت حاجة مرتب لها وخلاص قريب. هيجي حد يقول لي بس كده هنتلخبط ما بين مواعيد القطارات والتايم تيبلز. هتلاقي في التايم تيبلز بدء بالبلين, بالترين, بالباص, خلاص. يعني لو قلت لك مثلا انا مسافر بكرة, طيارتي الساعة 7, نقول بقى ازاي الطياره هتقلع الساعه 7, تقول ساعتها ايه؟ my plane takes, تستخدم present simple. ليه بقى هنا simple؟ عشان بدات بكلمه ايه؟ البلين, تايم تيبلز, مواعيد الطياره, مش هتكلم عن نفسك. خلي بالك انا الفرق بين جملتين عشان تفهم الفرق. شوف انا بدات بمين؟ انا اللي مرتب اموري وهسافر. الجمله الثانيه شوف بدات بمين؟ بالبلين, بالطياره. الطياره دي مواعيد مجدوله, تايم تيبلز, يبقى تقول ماي بلين تيكس اوف مثلا ات مثلا 7 o'clock, الساعه مثلا 7 صباحا. ده الفرق ما بين ده وده. يبقى لو الترتيبات انت او احنا اللي عاملينها بريزنت كونتينوس مضارع مستمر, ام ويز وار اي ان جي. طيب لو دي تايم تيبلز, مواعيد مجدوله بتاعت بلينز, طائرات, او باصز, او ترينز, او ان كان, حط بريزنت سيمبل مضارع ايه؟ بسيط. حد مش فاهم النقطه دي؟ طيب لو انا اللي مرتب مضارع مستمر, لو مواعيد مجدوله مضارع بسيط. اعرف ازاي؟ هتلاقي الجمله بادئه بالقطار, بالطياره, لكن لو بادئه بيا انا يبقى انا اللي مرتب, ده حاجه تاني. وضحت كده يا جماعه؟ زي انا اهو شايف بادئ هنا بمين؟ they, هم, are flying, هيسافروا جوا يعني to Alexandria next week, الاسبوع الايه؟ القادم. واخد بالك ان الزمن ماله؟ قريب مش بعيد. لان كده معنى لما تلاقي ام ويز وار واي ان جي, معنى كان في ايه؟ ترتيبات. قال يعني مش هما مسافرين دلوقتي حالا؟ مش المفروض اكتب هنا كلمة ناو؟ تنفع برضه. لو هما دلوقتي في الطيارة يبقى هما مسافرين دلوقتي. لو انا عايز اقول ان هما مرتبين يبقى في المستقبل, يبقى نيكست ويك مثلا. الكلمة هي اللي هتحدد لك ان كان دلوقتي ولا ان كان مستقبل. بس هو الزمن يعني. على حسب بقى يعني, انت ممكن برضه تكون في حجوزات تذاكر بعيدة, ممكن يكون مثلا في خطة أونية, هيدي لك علامة. طب ايه العلامات اللي تعرفني ان في ترتيبات؟ لما تلاقي كلمة زي كده, ركز معايا, everything is arranged. يعني ايه الجملة دي؟ كل شيء مترتب مثلا, يبقى انا كده present continuous على طول مضارع مستمر. لما تلاقي جملة تانية مثلا زي I have booked the tickets, حجزت التذاكر, خلاص. لما اقول لك مثلا everything is okay, كل حاجة تمام, كله في السليم, كله تحت السيطرة. أو ما تلاقي في أي كل شيء مترتب كده, يبقى ده present continuous مضارع مستمر, am, is, are, ing. عشان هيجي حد يقول لي going to, going to بتعبر عن خطة بس, نية, بس ما عملتش حاجة, ما رتبتش, ولسه هناخدها بالتفصيل, فما تسألش عليها دلوقتي عشان ما تلخبطش نفسك. ثبت بس الإيه؟ الاستخدام. آخر استخدام ده يعني لما يكون في أمور متجددة أو متغيرة, خلاص, وبرضه خلال فترة يعني في الوقت الحاضر, تستخدم برضه present continuous. زي مثلا the traffic, المرور in the city, حركة المرور يعني في المدينة, is getting worse and worse, تزداد سوءا أكثر فأكثر, خلاص, is getting worse, هي بتزداد وفي تطورات أوضاع اليومين دول يعني عمال مستمر. بس مش ده الدائم, هي بس اليومين دول كأنها بشكل إيه؟ مؤقت. لو طلعت كلها بتدور حوالين الإيه؟ حوار المؤقت دائم. الاستخدام ده كان في يونت لوحده, كان قاعد يسألك عليه أسئلة كتيرة قوي بقى. فاكرين كلمة always و usually والكلام ده كله؟ ممكن استخدم always ديت بتاعت مش بتاعت present simple, ممكن استخدمها في الكونتينيوس, بس اذا كنت بعبر عن الانجل, الغضب. فاكر ساعه ما قال انت دايما بتنام في الحصه يا ابني, you're always sleeping,
انت دايما كل شويه تيجي تنام هنا فاكرها ايه لوكاندا. لما اقول لك انت دايما بتشتكي يا اسامه, يو ار اولويز كومبلينينج. في حد كده بيقاطعني كان كل شويه, لما اقول لك مثلا انت كل شويه بتقاطعني, انت على طول كده دايما بتقاطعني. لو عايز اقول لحد الجمله دي بالانجليزي, انت دايما بتقاطعني. بتكلم هنا عن الضيق والخنقه وان انا متضايق منك, كانت حاجه زي كده. فاقول له ايه, يو ار ها اولويز انترابتنج مي. يعني ايه اولويز انترابتنج مي؟ انت دايما كده بتقاطعني, انت دايما مش عاجبك حاجه, انت دايما بتشتكي. فلو تلاحظ اولويز لما بتيجي مع الام والايز والار والاي ان جي, يبقى كده بتعبر عن الانجر. الانجر الغضب. لما اكون متضايق من سلوك حد ممكن استخدم اولويز في البريزنت كونتينوس. فين في المضارع اللي هي يا جماعه المسمى واضحه كده؟ اولويز لما تيجي مع البريزنت كونتينوس. طب لو جت مع البريزنت سمبل يبقى دي هابت, يبقى دي ايه عاده. لما اقول لك مثلا اي اولويز سليب ات 10 o'clock, انا عادتي دايما بنام الساعه كام؟ 10. يبقى دي كده هابت عاده. لكن لما اقول لحد يور اولويز سليب, يور اولويز كومبلينينج, يور اولويز انترابتنج, يور اولويز توكينج تو يور فريند, انت دايما بتتكلم مع صاحبك, يبقى ده كده بيعبر عن الضيق او الايه او الغضب, يعني الانجر او الاريتيشن. واضحه يا شباب؟ ده كان اخر استخدام. كده خدنا كام استخدام؟ حوالي 6 برضو, 6 و6 كده 12. يا ريت تذاكر الكلام ده بالله عليك قبل ما تخش في معمعة المنهج وتتفرم في المفرمه بتاعه المنهج. يبقى اول استخدام قلنا اكشن هابينج ناو ات ذا مومنت اوف سبيكينج, لحظه الكلام, حاجه بتحصل دلوقتي. الاستخدام الثاني حاجه happening around the time, خلال مده, يعني مش شرط ايه دلوقتي حالا. الاستخدام نمبر 3 كبرت لكم, مهم جدا جدا جدا, temporary situations. يعني temporary situations مواقف مؤقته, مش ايه مش دائمه. الدائم ده ايه simple, لكن المؤقت temporary continuous مستمر. خلاص. الحاجه اللي بعد كده fixed arrangements اللي هي الترتيبات المستقبليه, in the near future في المستقبل يا جماعه القريب. استخدام نمبر 5 لما يكون في تغيرات بتحصل اليومين دول, يبقى عرفوا اولياء امركم يا جماعه ان حصتنا يعني طويله شويه عشان ما حدش بس يعني لسه ما يعرفوش. من خلال استخدام كل زمن تعرف تختار الاجابه الصح ان شاء الله باذن الله. العناوين مفيده في ايه؟ لما اقول لك مثلا جمله زي كده, الأسئلة دي كمان بتيجي لطلبة العام كتير جدا, واحتمال كبير جدا الأزهر يطبقها السنة دي, اللي هي إيه بقى يا باشا؟ لما أقول مثلا هي always visits his uncle on Fridays, يقول لك مثلا this sentence, الجملة ديت expresses, بتعبر عن number one X, number two, يقول لك خلاص يا حبيبي معايا معاذ, يجيب لك جمله ويقول لك ايه ان الجمله ديت بتعبر عن, يقول لك هات لي اليوز الاستخدام بتاعها. فطبعا انت لو فاهم هتعرف ان الجمله ديت هي دايما بيزور عن مثلا on Fridays, فبتعبر عن repeated action. مثلا ممكن يجيب لك جمله زي كده اللي هي مثلا he is always complaining, يقول لك الجمله دي مثلا بتاعت زمن ايه او بتعبر برده عن ايه. يبقى انت فاهم ان ديت بريزنت كونتينوس مضارع مستمر, وتكون فاهم انها بتعبر عن الانجر عن الغضب, لان هنا اولويز معاش بقى يقول لي ايه, ايوه احنا حافظين اولويز يوجوال اوفن سام تايمز ونيفر, مضارع بسيط هابتس عادات, يوم اختار الايه العادات, وده كده غلط. اجابه غلط, لان الجمله هنا جايه ما بين از جايه ما بين الاي ان جي, يبقى دي كده مع البريزنت كونتينوس بتعبر عن الانجر عن الغضب. ففايده انك تكون فاهم اليوس الاستخدام, مش حافظ وخلاص حفظ اعمى. الا قبل الله اللهم فشل. اخر بند وناخد فاصل اللي هو الستيت فيربس, الافعال بتاعت مين؟ الحاله. وارجو الورقه دي بالذات تفضل معاك ال 12 لحد ما تخش الجامعه ان شاء الله, وخليها معاك برضو في الجامعه. والله العظيم هتحتاجها في الجامعه. واحد زميلكم اول ما دخل لغات وترجمه, مستر لو سمحت عايزين الصفحة اللي كانت كاتب صفحة كانت ما كناش شغالين في تاب جيم صفحة 70, مستر عايزينها, عايز الأفعال إياها ديت اللي هي ما بتجيش في أي زمن مستمر. عندنا تاسك في الكلية, أول تاسك في الكلية عن الأفعال ديت واستخداماتها وأمثلة ليها. وبعت لي عايزنا إيه؟ يعني ما خلصناش من الثانوي, خلي كمان جاي لي فين؟ في الجامعة.
والله. فانا اقصد خلي الورقه ده معاك، هيفيدك والله في الجامعه جدا، لان حتى مهما كان لو دخلت حتى كليه فيها، سواء اي كليه علميه او طبيه او عاديه، بيكون فيها ماده لغه انجليزيه عامه ايه على كل. فالانجليزي كده كده اساسي موجود معاك كماده موجوده فين في الكليه. فاي ورق خاص بالانجليش خصوصا الجرامر خلي معاك. افعال الحاله ودي اهم حاجه واخر حاجه قبل الفاصل، ركزوا معايا. ما لها افعال الحاله دي اسمها ستيت verbs أو state of verbs. معايا أحمد؟ الأفعال دي مالها يا جماعة؟ هي أفعال describe، بتصف a state، حالة، rather than بدلا من action. الأكشن حركة أو حدث، وبالتالي they don't have a continuous tense، مالهمش أي زمن continuous. إيه كلمة continuous؟ مستمر. خلاص؟ الافعال ديت اللي هي الجايه دي كنتوا واخدينها برضو في الكتاب معاكم، الافعال الحس والشعور والادراك والمعرفه والملكيه والكلام ده كله، دي اسمها يا جماعه الستيت فيربس. اهميتها في ايه؟ هتفضل معاك في ال 12 وحده، كل يونت في اي زمن مستمر يقول لك ستوب، خلي بالك الافعال دي مالها؟ ما بتجيش في المستمر. الافعال دي اللي هي هير، نو، بليف، اندرستاند، ريلايز. هدي مثال واحد عشان الناس تفهم بس الايه؟ ليه ما بيجيش مستمر؟ كنا خدنا الترم اللي فات زمن اسم الفيتشر كونتينيوس، فاكره؟ ند المثال ده اللي هو بتاع ويل بلس بي بلس الفيرب بلس اي ان جي، ده كان زمن المستقبل المستمر اللي هو كان بيعبر عن حدث سيكون مستمر في وقت يوسف محدد في المستقبل. عايزين مثال وتفهم يعني. لما اقول لحضرتك يا استاذ مثلا at 9 o'clock tomorrow I will be watching the match، معنى الجملة دي ايه؟ من الساعة 9 بكرة في الوقت دوت هكون في منتصف الحدث قاعد وبتفرج على التلفزيون على الماتش. فدي هنا في will وبي الverb بس ايه؟ ing، ده الـ future continuous. لو جيت بقى قلت مثلا مثال زي ده ترجم، الساعة 9 بكرة سأكون بمتلك موبايل. طب وبعد الساعة 9 موبايلك هيروح فين؟ مش ده دائم؟ ما ينفعش يجي في زمن مؤقت بقى. أي زمن مستمر قلنا ماله؟ الأزمنة المستمرة مؤقتة، الأزمنة البسيطة هي اللي ايه؟ دائمة. فما ينفعش أجيب فعل زي ده اللي معناه يملك في الزمن ايه؟ مستمر. الجملة دي كده غلط. هدي مثال تاني وقعدت تضحكوا عليه السنة اللي فاتت، لما أقول لك مثلا أهو بتاعك فاكرينهم؟ الساعة 9 بكرة إن شاء الله تابعونا I will be loving my mom. ها هل ده ينفع؟ يعني السياق ده ينفع؟ أكون قاعد بحب أمي الساعة 9؟ يعني المعنى نفسه أصلاً إيه؟ مش نافع، لأن الفعل اللي هو love دوت ده حالة مش دائمة، افرض أو شبه دائمة على الأقل يعني. مثلاً مثال طبعاً ده غلط. لو قلت لك مثلاً مثال تالت، ركز كده معايا، الساعة 9 بكرة مثلاً يا ابني I will be thinking، اللحظة دي بكرة هكون في اعتقادي ان الانجليزي كويس، وبعد 9 اعتقادك يعني الانجليزي، فهمت الفكرة؟ فالازمنة دي يا جماعة هتفضل معاك الله يكرمك طول السنة. الازمنة ديت ما بتجيش، او الافعال دي معلش ما بتجيش في اي زمن مستمر، مش بس مضارع مستمر present continuous، ماضي مستمر. هتلاقي لما بنيجي نشرح past continuous الماضي المستمر يقول لك خلي بالك stop، الافعال دي ما بتجيش في زمن ايه؟ مستمر. يقوم جايب لك الليسته دي. لما تيجي تاخد البريزنت بيرفكت كونتينوس المضارع التام المستمر اقول لك خلي بالك الافعال ديت ما بتجيش في زمن مستمر. لما تيجي تاخد الباست بيرفكت كونتينوس الماضي التام المستمر برضه اقول لك نفس الفكره. كل يونت هتلاقي دايما جايب لك الايه؟ الافعال دي. مالها الافعال ديت؟ ما بتجيش في زمن مستمر. ما عدا شويه منهم كده لهم معنيين يا شباب. زي ايه؟ زي كام حاجه دول؟ انا كاتبهم لك عشان اريح، كنت السنه اللي فاتت بقعد اقول لك ايه؟ اكتب ورايا، لو جيب معنى كذا مش كذا، لو جيب معنى كذا مش كذا، اهو.
تعال نبص على الفعل دوت وندي مثال نقول الجمله دي صح ولا غلط. ليه؟ لان هاف لو جاب بمعنى يملك ما تجيش فين؟ في اسم ما ينفعش اقول الساعه 9 بكره هتكون بملك ايه؟ موبايل. الجمله دي كده غلط. طيب ركز معايا في الجمله دي. ليه بقى المره دي صح مع ان الفعل يشهد اللي قلنا اسمه هاف ما بيجيش فين؟ في زمن مستمر. اشمعنى هاف هنا بقى صح؟ عشان المعنى اتغير بقى معناه ايد بقى فعل في حركه حاجه بعملها وبتخلص. فبكره الساعه 9 هكون قاعد بفطر. مثلا بكره الساعه 5 هكون مثلا قاعد مثلا بقى باخد مثلا ايه محاضره. ممكن تلاقي جمله زي كده at 9 o'clock tomorrow I will be having a lecture. فهنا هاف جت بمعنى ايه؟ يقفز. فهنا اصبحت المعنى ايه؟ صحيح مش غلط. لان هاف لو جاب بمعنى يملك ما تجيش مستمر لان الملكيه ده شيء ايه؟ دائم. لكن لو جاب بمعنى يتناول باكل وبخلص ممكن تيجي مستمر. لو جاب بمعنى مثلا ياخذ محاضره مثلا هاف شاور ياخذ دوش الحاجات دي كلها فتره وبتنتهي نص ساعه ساعه وبتنتهي. فهمت القصد؟ ثينك مثال تاني. احنا قلنا الساعة 9 بكرة I will be thinking سأكون بعتقد إن الإنجليزي كويس هتنفع؟ طيب لو جت نفس الجملة الساعة 9 بكرة هكون قاعد بفكر في الامتحان بتاعي قاعد في اللجنة مثلا ولا حاجة. فثينك هنا جت بمعنى إيه؟ يفكر. لو جت بمعنى يفكر وخلاص بفكر في حاجة وخلاص خلص التفكير يعني. لكن الاعتقاد شيء دائم ما ينفعش يجي في مستمر. يبقى هنا الجمله دي غلط ما ينفعش يجي في زمن مستمر. لكن الجمله دي صح عشان جاب بمعنى ايه يا جماعه؟ يفكر. خلاص ايه الافعال طب اللي تحتمل معنيين؟ جايبهم لك اهم. سي لو جاب بمعنى يفهم عياره ما بتجيش في مستمر. لكن لو جاب بمعنى يقابل تيجي في مستمر. ازاي؟ لما اقول لك مثلا I am seeing the doctor tomorrow evening انا مرتب موعد مثلا مع الدكتور بكره ايه؟ بالليل يا يوسف. فهنا هتلاقي ام وهتلاقي اي ان جي عادي خالص لان هنا ام سين جايه كانها بمعنى اي ام ميتنج ساقابل مرتب موعد يعني مع الدكتور. مثلا اقول لك ايه؟ تيست لو جاب بمعنى طعم وغالبا هتبدا بالشيء مش بالشخص. لما اقول مثلا ذا فود تيست جود الاكل طعمه حلو فهنا حطيته مطلع بسيط. لكن لو قلت انا قاعد بدوق في الاكل او بدوق في الشرب مثلا فاصبح هنا في ايه؟ حركه في شيء بيحصل فممكن يجي في مستمر. ممكن اقول لك I am tasting the food right now انا قاعد بدوق في الاكل ايه؟ دلوقتي حالا. ينفع احط ام واي ان جي؟ اه لان هنا تيست جت بمعنى ايه؟ اتذوق. لكن اللي فوق تيست هنا جايب معنى ايه؟ طعمه او مذاقه. طب وانا اعرف منين يا منا المعنى؟ اعرفه ازاي؟ هتلاقي الجمله بادئه بالفود اللي انا كاتبها دي الفود معلش الفود بدا بالطعام اكيد الطعام مش هيدوق اكيد الطعام طعمه او مذاقه. لكن لو قلت انا طعمي ولا انا اللي بدوق؟ انا اللي بدوق. مثال تاني اهو اخير لما اقول لك مثلا ذا فلاور سميلز جود الورده سميلز بتشم ولا ريحتها حلوه؟ فهنا سميلز جايه بمعنى رائحته ما تجيش مستمر. لكن لو انا واقف بشم ورد اصبح هنا في ايه؟ اكشن في حركه انا بعملها فممكن تيجي في مستمر. فممكن اقول اي ام تيست سميلينج معلش ها ذا فلاور اذا كان طبعا دلوقتي يعني ام سميلينج ذا فلاور رايت ناو انا بشم الورد ايه؟ لحظه الكلام دلوقتي حالا يعني. فممكن اقول اي سميل من غير اي ان جي اه لو كل يوم لو عادي اي سميل فلاورز بشم ورد مثلا افري داي عادي يجي بسيطه ومستمر. او ام سميلينج ذا فلاور مثلا ناو بشم الورده دلوقتي يبقى مستمر. مفهومه؟ لكن لو جاب بمعنى رائحته ما ينفعش تيجي في زمن ايه؟ مستمر. يبقى الافعال دي الله يكرمك واجب اسبوعي. الافعال دي ما ينفعش الاسبوع ده يعدي عليك الا لما تكون معلش هرسها كويس جدا هتفضل معاك طول السنه وفي الجامعه ان شاء الله كمان يعني كلمات كتير عند حضرتك اهي كلها خصوصا الافعال اللي لها معنيين
اللي هي بتختلف في الاستخدام من ناحيه الايه المعنى، زي دول كده اللي هو العالمين ده موجود عند حضرتك كله في الورق. حد ما خدش الورقه الصفراء ديت بس قبل ما ننسى؟ طيب كان في ورقه تانية يا زيزو هنا، لو في ورقه زياده للناس دول اللي هو الورقه اللي لونها اصفر دي. وكاتب لك برضو على فكره مثالين تحت خالص اهو، شايف المثالين شباب؟ بص فتحت كاتب the food اهو tastes delicious. بعد الحصه طبعا ما خدش الورقه ديت الاثنين دول بس ننسى. في زياده معاكم؟ طب انتم مكمرينه ليه معاكم؟ طيب هتبيعوه بعد كده يعني. المثال اهو اللي انا كتبته يا جماعه كده، يكون البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينوس تقريبا يعني بكاملهم انتهوا، مفيش حاجه تاني صح؟ في الباسيف، المبني المجهول في جمله وناخد فاصل. الباسيف، الباسيف في جمله لما اقول يا استاذ مثلا حبيبي، حبيبي انس، لما اقول مام از كوكينج فود رايت ناو، ماما قاعده بتطبخ الاكل ايه دلوقتي حالا، عايز اخلي الجمله دي باسيف مبنيه للمجهول، عايز اقول ان الاكل يتم طهيه لحظه الكلام دلوقتي حالا. قلنا في الباسيف ببدا بمين؟ بالاوبجكت اللي هو المفعول اللي هو مين؟ الفود. جميل، اقول فود واحط فيرب تو بي از، بس قلت بجيب مين؟ تصريف ثالث، احط مين؟ كوكت، واكتب ايه؟ رايت ناو باي مام مثلا ولا حاجه، اصبح في از واصبح في تصريف ايه؟ ثالث. فاضل حاجه صغيره، بما انه دلوقتي حالا هنحط كلمه يا جماعه بينج، بينج ديت قبل التصريف الثالث يعني ده ناو الان، لان لو قلت فود، ركز معايا محمد كده، ايه الفرق بين دي اللي فيها دي هنا فيها از وهنا في تصريف ثالث وهنا في از وهنا في تصريف ثالث؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ اللي فيها بينج بالاي ان جي دي رايت ناو، دي مستمر، لما تشيل بينج يبقى دي بريزنت سيمبل مضارع بسيط لسه شرحناه من شويه، يبقى الايز وتصريف ثالث لوحدهم بريزنت سيمبل هابتس عادات، دي كل يوم الاكل ايه بيطبخ مثلا باي مام بواسطه والدتها. لكن لو عايز اقول الاكل بيطبخ دلوقتي حالا ازود قبل التصريف الثالث كلمه ايه؟ بينج. بينج دي بتدل على ايه؟ ان الاكشن هابينج ناو في الباسيف في المبني الايه؟ للمجهول. واضح كده البريزنت سيمبل والكونتينوس؟ حد عنده اي استفسار؟ ما حدش يكسف، لو عنده اي سؤال مهما كان عبيط او بسيط جدا ما تكسفش تسال يعني. ها؟ الا هنا؟ الا دو؟ الا تري؟ طيب فاصل ونواصل ان شاء الله.